وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب كتطلق تطبيق جواز الشباب. فالتطبيق صالح للشباب المغاربة اللي عندهم من 16 حتى 30 سنة، فكتمكن الشباب من عروض خاصة بحال أنهم يستافدوا من تخفيضات على لي تيكي اللي كتمكنهم أنهم يدخلوا للمسرح أو المآثر التاريخية أو المتاحف، يمشيو يديروا الرياضة في الملاعب، تكاليف التنقل بحال الترامواي، ومستقبلا غيتزادوا مجموعة ديال العروض. حاليا التطبيق كيتجرب في مدينة الرباط، وفي المستقبل غادي يدوز للمدن الأخرى. فما عليك إلا تدخل وتليشارجي التطبيق، من بعد ما تدخلو كتعمر الاستمارة ديال إنشاء الحساب، كتاخد صورة البطاقة الوطنية ديالك، من بعد كدوز للمرحلة الثانية كتاخد واحد السيلفي لراسك، حاول أن الخلفية اللي موراك تكون بيضة. من بعد ما كتكمل التسجيل فالإيميل اللي دخلتيه كتوصل فيه برسالة ديال التأكيد، فمن بعد كتجي كتسجل الدخول بليدونتيفيون ديالك اللي هو رقم البطاقة الوطنية والكود ديالك. مباشرة بعد تسجيل الدخول كتدخل هاد الصفحة ديال الترحيب اللي كنلقاو فيها جواز الشباب باللون الرمادي. فهنايا اللي خصك تعرف ان هاد اللون الرمادي كيبين ان الحساب ديالك مازال ماشي فاليدي، فكتسنى حتى كيتاكدوا المسؤولين من صحه المعلومات ديالك، فهنا كيتم تاكيد جواز الشباب ديالك وكيتحول اللون الرمادي الى لون اخضر، فهنا ممكن انك تستخدم الحساب ديالك بشكل جيد. فهنايا كتستافد مجموعه ديال الخدمات. ولتسهيل هذه الاستفاده وزاره الشباب والرياضه كتدوز ليك واحد الرصيد يا شهري ولا سنوي اللي كيمكنك انك تمشي تزور مثلا متحف محمد الخامس او عروض اخرى. تي كيبقى حسب الاختيار ديالك واش انت مهتم بالثقافه ولا بالرياضه ولا محتاج هذا التطبيق في المواصلات، فهنا انت ليك الاختيار وعندك الرصيد ديالك كتحكم فيه كيف ما بغيتي. فهاد الخدمة كتجربها حاليا وزارة الشباب والرياضة بمدينة الرباط، فإلا لقات نجاح غادي تتمم على كاع المدن المغربية. التساؤل غيبقى كيفاش غادي تستخدم داك الرصيد، فأنت كيتعطى لك واحد الكيو آر كود خاص بيك في التطبيق اللي يمكن لك أنك تجبدو، فهو اللي كيمكنك أنه تستافد من دوك العروض.